I'm the host of the Malla Show. Raid Shamba! Hey guys, hello! Welcome to the Malla Show Season 2. Wow, you guys, اليوم مع Dewars with JLP Show, thank you so much. عنا اثنين guests اليوم, عباس جعفر وسلام زعتري. Enjoy it! هلو معكم غيت شماس انا العمى وهيدا العمى ملا شو باخر سنتين تغيرت حياتي واجتني الفرصه الحق احلامي وصير انترتينر وكوميديان اتفقنا انا وديورز نقدم لكم شو على طريقتنا بضوي على عالم عم يلحقوا الباشن تبعهم عالم هو ليفت ترو سو جايز انا مبسوط كتير بهيدي الوقفه اليوم وبيشرفني اكون قاعد بوشكم صراحه هيدا شرف كتير كبير الي اكون عم بلش بسيزن 2 ديورز كانوا اول عالم اكتشفوني وقالوا اوكي ليتس انفست ان ذس جاي سو خلصنا سيزون 1 كان كتير سكسسفل اخذنا بعين الاعتبار كل الكومنتس يلي اجيت كل الكونستركتيف كريتيسيزم سو نحن هون مع من اسلب الباندز بلبنان وذا موست ميوزيكلي ادوكيتد باندز بلبنان ومش رح اتخلى عن هول الجماعه لانه عن جد بياخذوا العقل هيوكا اجين فور ذا بروديوسرز اوف ذا شو ار اميزنج ميرسي كتير ل 50 فريمز ستوديو يلي قاعدين فيه اليوم نادر يور ان اميزنج جاي سو اجين بدي ارجع على هيدي الوقفه اللي وقفها هون بدي أقول لكم شغلة كتير مهمة إنه أنا بلاكن ماشي so thank you so في كتير عالم هول جماعة الاتنشن تو ديتيلز يلي بيقرفوا لك حياتك بالكومنتس المقالة عازة تبعهم مثل مثلا كان في ثلاث أضوية ورا الباند اثنين منهم مضويين وواحد منهم مطفي أوكي أضوية أضوية شو قلت أنا سو واحد منهم مطفي واجوا عالم باي ذا واي في ضو مطفي من ورا خي بعرف انه في ضو مطفي لحقونا 600 الف كومنت انه في ضو مطفي بعرف تعرفوا شفتوه هيدا الضو هيدا هو الضو المطفي كان سموا هيدا الضو واو That just happened فجر بوجهي في ضو؟ لا سو مثل ما عالم علقوا على الضو المطفي علقوا وقت عملنا تيزر تبع سيزون 2 تبع هيدا اذا شفتوه علقوا على كيف الزيبر تبعي كان مفتوح نو شيت كان مفتوح انه كانه ما حدا انتبه انه كان مفتوح يعني 600 الف واحد عم بيعمل اديتنج بالفيديو كرو جاست الدنيا كلها ما حدا شاف الزيبر مفتوح ابدا عن جد ثانك يو للكومنت المخيف منكمل هلا مع العالم يلي عندهم رأي والعالم يلي they are offended على كل شيء ما في شيء بيعجبهم لا ما فينا نخيل ما فينا نحكي عن شيء كل شيء بده يخلق بلبلة بالبلد ما فينا نحكي عن شيء بتعرفوا شو أنا بدي بلش أحكي عن التفاح ما فيك تحكي عن التفاح طب أوكي خلينا نحكي عن الليمون بيعمل لي حرقة طب guys I think تعالوا نحكي عن الانجاص خالو سمير كان بجورة البلوط أول واحد بيجيب جرات الغاز وبيوصلنا على البيوت كنا عند ستة كان بالتدخيتي طب شو خص النجاس بالخبرية؟ خالي آخر كومنت لليوم هو أنت كتير بايخ ما أبيخك وأنت كتير بايخ عندي شغلة وحيدة إلكن إياها ما تطلعوا في غير شيء تعملوها بحياتكم غير ما تقعدوا تضيعوا وقتكم وتنتقدوني عادية الشغلة جايز معنا الليلة سلام زعتري وعباس جعفر العامة ملا شو العامة ملا شو سلام بيشرفني اكون هون معك انا ويل دان شو هالشو العظيم وعد او دافعين مصاري عن جد لتجي تحضر الشو عم تفهم خطتك ونحن بلا شغل بحياة اختك هلا ما يعني انت ما اخذت الفكره من سلام لا بعدين استاذ سلام هذا مطرحك انت هذا مطرحك سبونسرد باي دوورز ليش استاذ سلام يعني انتوا جيتوا عم تشربونا والاودينس فانه تصور اذا جيتوا ووزع عباس كلكم سواجير وكلنا قاعدين عم بارتي تايم هذا شيء كثير حلو أنا بقول يرجع يقعد محله هتتزلم All right guys, so أول شيء مرسي لأنه جيتو مرسي لألك أول شيء عن جد لا نحن لأنه عم ندعم
كل شيء شويت هيك على هذا البلاتفورم. ايش كم واحد فيه؟ اثنين. ثانك يو. كل شيء شويت. سو كل العالم تعرفكم من شي ان ان وبي بي سي هوستس. سو كيف بلشتوا بالانترتينمنت؟ عباس اذا بدك بلش. شو انترتينمنت؟ قصده كيف بلشت انه بالترفيه. حلو الترفيه. انت من هول تبع ما تحكي انجليزي؟ والله لا، بس انه عشان انا خياتها سبحان الله وقتها تحكي كلمه العالم تفرد ضحك. رفعنا عباس. شو السؤال كان؟ انه كيف فت بهذا المجال؟ هيدا هي عم تحكي عنها. فت انا كان اول شيء كان مع الاستاذ سلام. ايه. بلشت معه وضليت. كان بدايتك هيدا من الاول؟ ايه سكران كمان. لا ما فت سكران. لا ما فت سكران بس فت فت شوي شربت على الغيوم. فت شلاحت البنطلون تبعي كنت بالبوكسر ضليتني عم قال لي هو تعال. كنا عم نعمل كاستينج وشو اسمه تكت على الاخر. اوكي. وكنا عم نفتش على تالنتس واجى عباس وكان كثير طيوب قريب على القلب وهيك واجى معه دولاب كرييتيف. دولاب؟ ايه دولاب. انه اذا ما بتاخذوني بحرقوا للدولاب وكذا. اه. بعدين صرنا ناخذه صرنا نسال اكثر اكثر انه قد ايه فيك تروح فيها اكثر. فقام نشلح قام شلح. سلام شو صار بشي ان ان لحتى انتقلت على بي بي سي؟ خلص اكسبيري ديت. صار انه ايه انه صار مشكل صغير يعني وبعدين رجعنا نتصالح لانه الكونتنت كان كونتروفيرشل. لا 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 كان انا طلعت على ام تي في بفتره كانت الام تي في والجديد عم بقوسوا كثير على بعض. اوكي. سو ديسريسبكتفول للجديد سو وقفوا الشو. سو رجعوا بعدين حليناها بس كان بنفس الوقت في مصاري. فقلنا انه طب خلينا نعمل موف على ال بي سي. رح نعملها موف على ال بي سي كانت غلطه كبيره لانه ال بي سي واختلف الجمهور من انت عم بتنطني يعني. اوكي. الفيوتشر از اي بي تي في او سوشيال ميديا بلاتفورم مثل اللي انت عم تعمله واللي هلا اللي بعد 3 سنين حتشوف المحطات اللي عم بيصيروا الديناصور تي في كله مثل نتفليكس. رح يصير مثل كله حيصير في او دي. انت فيك تقعد بالبيت مثل ما بتفتح نتفليكس يوتيوب في يكون عندك اي بي تي في تحضر لايف ستريم او تنقي الكاتيجوري اللي بدك اياها. بدي احضر العمى بدي احضر هوم ايفر. اتس اباوت ذا برودكت. بطلت عن المحطه. okay. المحطات يا اما اوند باي احزاب يا اما اوند باي عيال. فانا ما جاي راضي العائله او راضي الحزب. انا جاي راضي اكزاكتلي اودينس. يعني انا عم بشتغل لاودينس. شو الشعب بده اكزاكتلي مثل العام على الارض. الجمهور عايز كده كده. عم بتحضر انت هلا الفيرسيون الجديده من بي بي سي وشي ان ان على الاونلاين؟ لا انا عم ريتاير. انا بطلت اشتغل هالقصص. يو دون ام اي دو كونتنت. انا كل شيء قصص كونتنت كل شيء قصص لها علاقه هلا بحراك المدني وكيف فينا. بس كونتنت فيها سلام زعتري فيها عباس جعفر فيها الكرو تبعك فيها أو وغير ناس. هلا عم حضر لها في كرو جديد يعني بس حتى تكمل هيدا الشيء لانه هلا البلد اللي ما بيعرف فايتين بالحيط. اللي صار لنا 6 سنين عم نخبره. اه كلنا بنعرف. اه اوكي. سو ايه قلت لهم. اوكي. منيح اللي خبركم. انا بخالف الراي بهيدي انه انا مطمن وخالص انه شو رح يصير يصير. لانه انت فت بمية ديباجه اصلا. لا لانه انه الكهرباء رح نموت ونعيش ألف مره بعد. انت لانك معلق كهرباء بالاوزاعي. اخر برنامج. انت مشيت بالفساد هذا الفرق. لا اذا ما مشيت فيه. اذا ما مشيت بالفساد بتكون انت عم تخدمهم. بس تمشي بالفساد بدل هن فاسدين انت بدك تكون فاسد اكثر منه. هي السقافه هي السقافه اللي نحن عم ايه مش اذا واحد سرقني انا بدي اروح اقول له الله يسامحك كون اهبل بسرقه. ما هو عم يسرق. ليش انا ما بدي اسرق؟ يعني واحد عم يسرق من الكهرباء انا ما بدي اسرق كهرباء. ما هو اذا الكبير عم يسرق انا الصغير بدي اسرق. اذا واحد عم يسرق لنقول من دواء ايه لا بروح بسرق الدواء. ها مش شلون يعني سرقه لا يعني بطريقه او بثانيه بيقدر يجيب بالوسائط. شو عندك دواء هلا شو نازل؟ هذا البلد بالوسائط ماشي هلا لانه الحكي انا ما بعرف كثير سياسه بس انه اللي بشوفه واللي بعرفه سياسة أصلاً. اللي بشوفهم واللي بعرفهم واللي بس بشوف العالم بس عباس انه هيدي شغله عم بتمسنا كلنا عرفت يعني بتمسك تستفيد انا شو بعمل بعض بدك وانتم عم تحكوا فيها انتم عم تحكوا فيها على التلفزيون كل عمركم اذا انا حكيت كل انا ما حرام تحكي بعد بقضايا على التلفزيون مثل شو يعني صرنا قديش كنا بنحكي بشي عنان حرام تحكي فيه يعني قديش صرنا بنحكي بشي عنان نحن عن المعاشات للعالم او عن الشغل للعالم اللي قاعد بلا شغل ما بدها تشتغل وتاكل صح نزلنا مرة على الطريق ولا 20,000 مرة شو استفدنا؟ بعده بيشغل أجنبي أبدا من اللبناني هاي بالشغل
حكينا بالادويه انه في عالم عم تموت بدها الدواء، بعدها في عالم غلط، بعدها في عالم بتموت قبل ما تفوت على المستشفى بتلاقيها ماتت، او اذا ما ماتت بالمستشفى حتموت على الطريق. كمان غير هودي بيجي عندك انت الزراعه البديله، الزراعه البديله بيقول لك بدك تزرع زعفران، في بس الله وايران بيزرعوا زعفران، انا شو بدي ازرع زعفران؟ واحد بيقول لك واصل للبريفي او للترمينال ما انه مكفي علمه او ما في جامعة عنده بالبقاع او وين ما كان بطرابلس اكس حيلا بلد حيلا منطقة كيف بده يتعلم هذا يزرع زعفران اذا ما كان قابل جدود جدوده بيزرعوا زعفران وبيهتم له لحتى يقدر يزرع؟ عباس انت البرسبشن تبع العالم عم بتشوفك دائما عم تنزل على الطريق وعم عم بتضحكهم بطريقتك وتعمل هالريبورتينج من الطريق، عندك بلانز تانية؟ عالم عم بيشوفوك بغير طريقه، عندك فلومه، عندك مسلسلات، شو البلانز تبعك؟ هلا عندي ان شاء الله فيلم هلا مع زياد ودليدا بينزل بشهر 12، وعندي فيلم لحالي رح كون انا بطولته. لحالك؟ اه مبروك. هذا اول فيلم؟ ايه بينزل بشهر 3. خي وفي مسلسل كثير. كان عارف بيحكي عن شو؟ كان عارف بيحكي عن شو؟ صراحة قالوا لي اختصار كثير كثير كبير. جملة. هو شيء بس شيء بيشبه. شيء. ميرسي. بس لايك وحياة اختي قالوا لي معقول. خلص صحيح. بس انه ما في يقول بس انه في فيلم. انت خلص تمر خلص في 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 فيلم بعده. عباس معك؟ عباس انا عباس بظهره دائما دائما بكل شيء بس معي بهيدا. ايه عم حضر شغلي للاونلاين بس كقصه تلفزيون او شو او كذا لا. اوكي بس انه افلام بورنو قد ما بدك. الحمد لله. شو هو اللي بيمسح؟ انت تصلح على فكره. يصلح لا يصلح. انا مبلو ايه مبلو. وبعدين انه لك انت كيف بلشت؟ انا بلش من فيسبوك. ايه بلش من فيسبوك. بلش والله يعني بيدفعوا بالفيسبوك؟ لا بيدفعوا شيء ولا ليره ببلش تخرج. هلا قل لي انك تديانت لحتى عملت هذا الشغل. انا اكيد هذا اللي صار معنا. نحن نفس الشيء. نحن كنا نشتغل فور فري قبل، كنا نتشنطط على الطريق نتبهدل بهدلت الكلاب، ومره هيك مره هيك. وليك وين صرت؟ ليك وين صرنا؟ جايبين فيلم افلام ومسلسلات. ما في موسيقى ما في شيء. الواحد هايبر يعمل له شغله. لا بالعكس عم نحط لك دراما على ال ماشي. يلا روح دروب. خلينا نزعل. رجع عيد عباس. قبل كنت مبهدل على الطريق بالاذاعه. كنت لابس شحاطة الاصبع بالشورت. اقول لك انه انا كنت ارجل؟ لا ما كنت ارجل. حشيش. كنت دخن؟ لا ما كنت دخن بس حشيش. كنت دايم الدكان حق الدخان بس حشيش. بلاش ما حدا تأثر عم يضحك وشو هالشعب هذا. سو جايز ختاما على هذا الحديث رح نلعب لعبه اسمها هيدز اب. ميرسي للانترفيو. سلام زعتري وعباس جعفر ليديز اند جنتلمان. اوكي جايز انتقلنا لاخر فقره من الشو. رح نلعب هيدز اب انا وسلام وعباس. اللعبه هي انه عنا 30 ثانيه نحذر شو حاطين فوق راسنا. سو هول الكروت اللي لازم نحطهم فوق راسنا. ما لازم نعرف نحن شو هو الاسم. شيل ايدك عنهم. ما لازم نعرف شو الاسم. ولازم اثنيناتهم يمثلوا يحكوا او بايديهم او وات ايفر. وبنربح نقط. عنا اربع راوندز كل واحد. بلش انا؟ بلش خي روح. لحظه تنعد الكاونت بلا ما اشوفه. أه؟ بودي جاهز؟ 30 ثانية. 3 2 1 جو. اوكي لازم عنده دقن هيك ما بعرفه. انا بعرفه بس ما بعرفه. عنده دقن وشفاف و ليش 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 كنت هيك تقريبا بغني. بيمثل بيمثل ولا بغني؟ بيمثل وبغني. شيل كاسكات وعرفوا العالم. 3 بهيدا المسلسل. شلهوب يلا شلهوب جبتها. كثير قوي انا. هاي كوبا؟ يلا دوري. 3 2 1 جو. قلبة. انا بقول لك اغنية انت دغري رح تسمعها. هي شمس الاغنية اللبنانية.
يعني هي هي هي, هي اذا حكيت شيء عنا انا ما في انا ما في حبك اكثر من عيني لو حبيتك اكثر. ميريام كلينك شو بعرف فانز بليز دم 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 تك تك دم تك تك نشوى حلو طيب ينزل الدم دم تك يا دوري جو لا انا كيف شوف هي ولا هذا انت لا 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 زعلت معك طب انه هو يا معم هو شوف قلبه مين حكي له هيدا دينا طب عيني هلا بس اجي عني ما تقول لي اعطيني شوي من حالي بس اجي عني ما تقول لي يلا بس حاله حاله هلا دوري ايه حلو كثير شو عامل فيها يلا جو يا قلبها 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 بودي مش اوف بتغني اوبرا بتغني اوبرا كثير مشهوره لبنانيه اسامه الرحباني هو اللي ترقص كمان نوتردام دو باريس اشتركت فرنسيه مش صاحبك اشتركت بفرنسا ب ب صوتها مخيف صوتها عن جد يعني من هول المرتبين ماجد الرومي لا لا غير جوليا جوليا بطرس كمان غير لك اسامه الرحباني اوكي وهي بتطلع بتغني كانت اوبرا اسامه الرحباني واخذها على فرنسا وعملت شو وصارت كثير عم تغني وخسرت الشو ليش انا عم اعطيك الصخت اذا بعرفها يا خيي ما بعرفها ايه بتعوجي اذا عرفني بربا انا انا عندي قاعد بتسمع اوبرا يا سلام يا خيي ما هي بطلت تغني اوبرا صارت تخيي قصص عم بلك شغلة من الشغلات بودي بربك بس مشيها يلا جو لحظة رغب علامة وين هاد كيف عرف هاد لأنه لقص الفراشي هاي اه طبعا اذا صبتها منيح فينا نسمع الموسيقى تبع المهم دي نسمع الموسيقى تبع ما فينا نسمع يرفعوا دعوه اوكي يلا دوري ان شاء الله ما سمعت بيرفعوا دعوه اذا لعب اه بيرفعوا لك دعوه ما بعرف رغم عليه انا في محامي يلا تعرفت عليها هم يلا يا دقك سلام جو شوطي فوتبول ديساز انيمي بتضل 3 سنين لثلاث حلقات لتوصل شوطي كاسم ماجد بتعرفوا الجيل الجديد كابتن ماجد دقي انا اكيد لا معنا التول نعملها هيدا ال لازم نعمل بوست يلا ها هذا ما دخلني فيه انا اه اوكي انت فسر له شو اوكي بعد في 20 ثانيه اوكي هو مذيع راديو مذيع راديو اخر اسم لإله مثل ما قلت سياره امريكيه كثير مشهوره اول مين عمل اوتوموبيل فورد فورد يس اوه سريع برافو علي والله مسقف الزلمه دقه سلام انا انت سوري مزبوط هيك يلا قلب 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 فرجيني شخبط كمان هاي بيرفع لك دعوه اذا قلتها لا انت فيك تقولها فينا نقولها شو يلا اعمل الموسيقى طب عشان يعرف هالزلمه شخبط الالوان ورسم على الحيط وعمل ايه يا حماده يا عمل كده اسوأ يلا يلا يا ناس عشرة طبعا كثير ثانية شخبط شخبيط وحتى قدرت نكت عليها اخر وحده اقلبها جو لبها ولي على لبنان ولي على لبنان 3 بوينتس بونص مشاره تبع الباسكت هذا اللي بعلي كان وهلا صار يشرب نسكافيه كاس ايجيا صار يشرب قهوه بارود لك مقرع صدره ايه لا 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 توني بارود صح صار يشرب قهوه انا لسه كنت قلت يلا اخر وحده طب اخر راوند جايز اخر راوند هلا مين ربحان انت خسران شو سكار هلا ما في سكار كلنا ربحانين اليوم اوكي حبيب الآل يلا 3 2 1 جو هي ليك هي 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 من حقبه الثمانينات هي شقره اوكي شقره مغنيه شقره وفي بقى المخصه الاورنج لا هي كثير انه بعد صبيه لهلا لينك لا بعد جايك لينك هلا هي 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 مش يعني تايم اوكي ليدي مادونا سوري ما قلت لك حقبة الثمانينات قلت الثمانينات قلت الستينات برو انا ما قلت الستينات قلت الثمانينات انا ما قلت الثمانينات
ليدي مادونا. قلت لك انا كنت عامل لك مادونا بس بدل ما ليدي مادونا. ليدي مادونا خلص في مادونا وفي ليدي مادونا غير ليفل. اوكي دقك انا اوكي سلام بالقلب ولا لا 3 2 1 تفضل. كل شيء له زاهر. همر همر زهر. ياه مش اخذوا لي سيارتي. دهن دهن كلبه كلبه زهر كمان. حتى هذا ما لون زهر. وعندنا عنتر. لا مات عنتر على فكره. تفتكر عرفنا عرفنا انه عارف. قلتوا لي دغري زهر زهر مريم كلينج زهر. جد لا شيل المزح جرب. انا كثير بحب راسا مليون برو. لا لا شيل المزح جرب. اوكي لا بحبها. اوكي فاين. لا عجبت. شو بعملك حالي شو بعملك؟ لا هي هلا هاي بيطلع على الهواء هاد الحكي. هلا ابنك حالي بيطلع على الهواء والموسيقى ممنوع تطلع. ولو احنا على الهواء. جايز كرمالنا اليوم عباس جعفر وسلام زعتري. ميرسي كثير لانه جيتوا اليوم. ثانك يو. تاخذوا العقل جايز بتجننوا. ثانك يو لانه جيتوا. واو ثانكس. ميرسي سلام. ميرسي عباس. ميرسي عباس. جايز كرمالنا ذا جي ال بي شو. هيوكا. ميرسي دوارز. ثانك يو سو ماتش لكل شيء. ونشوفكم بتاني ابيزود. صار فيكم تعملوا لايك على فيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، وفولو على انستغرام اذا بتعملوا معروف، بما انه هيدا الكونتنت بياخد العقل. ميرسي.